السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي اغير الزراير اللي هنا، اشوف زرار احط زرار اضيف اداة من العلامة الترس ديت configuration، ادوس عليها اطلع للكاميرا زي ما انت شايف. تقدر تقول مثلا عايز اعدل هنا، عايز اعدل هنا، تمام. تقدر تكتب زي ما انت عايز، تمام، او تقدر تضيف اللي انت عايزه، يعني مثلا تعمل هنا وتعمل سيلكت على اللي انت عايزه وتبدأ تضيف في اي مكان انت عايزه بالشكل دوت، اهو فتعمل القائمة اللي انت عايزها. هل انت عايز سيف التعديلات اللي انت عاملها؟